التعزيزات أمنية مشددة تحسبا لهذا الحدث. تقرير شاكر الجبوري من بغداد. وضعت اليوم محافظة ديالى شرق العراق في حالة تأهب قصوى، إجراءات أمنية أكثر من المشددة فرضت على هذه المدينة تحسبا من قضايا انتقامية أو عمليات مسلحة. هذه الإجراءات مرتبطة أيضا بوضع أمني مستقر. القاعدة عادت لتعلن عن وجودها مجددا في ديالى، وبدأت إجراءات أمنية اليوم غير طبيعية تستمر حتى بعد ظهر غد الاثنين. الوضع الأمني في العراق مشرف للغاية، الإجراءات الأمنية تخنق العاصمة العراقية أكثر فأكثر. غدا هنالك احتمال أن يوضع أو يتم فرض حظر الأسواق عن ذلك أي نتائج لحد الآن، لكن المعلومات المترشحة من مصادر مطلعة تشير إلى أن هناك إمكانية للانفراج السياسي بين القائمتين، وربما يتم تغييرات دستورية غير معلنة لتوزيع المناصب تحت جمهورية قناة الجزائر الأولى بغداد. هذا ويرتبط الدكتور فاضل الربيعي تدهور الأمن في بغداد بانسداد العملية الحدثية متوقع المزيد من العالم في لفت الانتباه أن هذه الأحداث ترافقت اليوم مع موعد عقد البرلمان لجلسة خاصة وخطيرة يوم غد سيتقرر فيها مسألة تشكيل الحكومة، وإنما توافق القوى والأحزاب السياسية المختلفة في إطار العملية السياسية على حل لأزمة الرئاسات الثلاث، رئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان ورئاسة الحكومة. هذا التدهور الأمني يأتي في وقت حرج للغاية بالنسبة لكل هذه الحالة السياسية، ولكنه ليس حالة استثنائية، هو على العكس مثالك هو استمرار للمأزق الأمني. وكما قلنا مرارا حتى عبر إذاعتكم الكريمة، قلنا أن المشكلة في العراق ليست مشكلة أمنية، وأن ما يبدو مشكلة أمنية هو في الواقع مشكلة سياسية. عندما تتمكن القوى السياسية من إيجاد حل وطني شامل وفتح أفق الحل الوطني على مقاربة سياسية جديدة، فإن معالجة الملف الأمني ستكون مشكلة. وأنا أرجح أن هذا الملف سيتوشى خلال الأيام القادمة تطورات عاطفة واعتقد أننا